تعلمنا المخيم كيكون كل سنه في الصيف مجانا، كاين على افواج وكتاكل تما، كاين المطعم بالديسير مستوى، وكتعلم بزاف ديال الحوايج، لان حتى انا كالاب واخا الاباء الام تتكون في الدار ما خداماش، يعني غادي يشدوا الدري داك الصيف وغادي تتعلم، كتبقى عندك الحنين للمخيم، كيبقى عندك الحنين وقتاش غادي يكون المخيم، وكتعلم مع الاصداق. ولكن في الاخير اخر المخيم واحد النشيد اللي تيكون شويه حزين، وهذا النشيد كيقول الاخوان كتسمعونا، عطيو شي اشاره الله يخليكم، كاين الصوت. امي غدا سنعود الى حينا، امي غدا سنعود، من كتقرب ترجع لداركم، امي غدا سنعود الى حينا، نادى الرحيل بالفرق هل في اللقاء رجاء، ماشي الرجاء ديال الكره، هذا شعارنا يشد علينا بالفراق. كتعلم الاناشيد وكتعلم اناشيد فيها واحد النوع من المتعه، اناشيد وطنيه، وكاين واحد النشيد اللي كيعجبني تاع اللبن، كتعرفوا اللبن يا اخوان، اللبن ديال اللبانه واللباني ما تصنعوا غا العرباني، اللبانه واللباني ما تصنعوا غا العرباني، ما تصنعوا لا فرنسا ولا الانجليز، غير عبده ولا تحريز، ولا شربتي ديما ريما تربي قوه عادمه، اللبانه واللباني. فهاد لهاد باقي صغير كتعلم اللغه، كتعلم النشيد، ولا عندك الذاكره كتبقى كاين اشياء كثيره اللي كانت مساله ديال الالعاب الاخوان. هذا موضوع اللي كيعجبني، كيفاش حنا كنا كنصابوا الالعاب بيدينا، كتمشي تدفعوا بداك ديال الامريكان كيشريو داك البريس كيبقى يجري بها عند هذوك الهرمات 300 دولار، حنا كنمشيو كان عندنا كنا هندي، كتاخذ الهرمات والعود وكتصاوب انت كروسه. شكون اللي عمرو فيكم الاخوان خدا دريجه ديال بيكالا ودير واحد السيرك وكيضرب الطوبيسات والكرارس عن والشانطي عن، وكدير الموتور بحال عندك موتور نيت انت راكب على الخوا. فهاد الالعاب كنا تنخلقوا الالعاب ديال البي، هذاك البي يعني ثقافه هي فرنسيه، ولكن كتعلم بزاف الحوايج بحال كتلعب الجولف نوتور نبوز بي، كتجيك البيه حدا شي ربيعه ولا الحجر تيسبق لك تيقول لك القوانين نبوز نور نبوز بي ضربها بحال هكاك. وكان عندنا واحد النحاسه ونحلوا بيها ترومبيات يا اخوان، ترومبيه كانت عندك ترومبيه مهمه ديالها زكار كتطفقوا على شي واحد كتهرسوا عليه، كنت لها مسمار ديال 10 كان فن. عرفتي فراس اش كان تيدير؟ فراس المحمدي اش كيدير الترومبيه واللبي؟ والله العظيم لا تيضرب اللبية تتنقز، فهمتي؟ اللبية تيضربها كتنقز، ماشي هذاك فراس حمد. فهاد المسألة ديال اللبي مسألة ديال دينيفري، هذا دينيفري على الإخوان، دينيفري هو كتكون مجموعة دراري كبار ديال الحي في العشية تيقرب يضرب الحال، وكيدير واحد بيروفاس كله غادي يهرب، اللي غادي يهرب الاخر يتبعوه، ما خصك باش تشدو كتوشي ليه راسو كتقرعو، كنقولو حنا كتقرعو بهذا المصطلح كتوشي راسو تيريح، ودير واحد البوطو ولا داز شي واحد وما توشيتيش كيحرر الاخرين. والله العظيم واحد الدري عزيزي لا يجيب جلابة ديال مو وهاد الصل ديال غادي يسقي والطالون عرفتي وداز ويدير لنا ديليفري لحلا وجلابة وعلق. فكانوا دراري كبار كانوا تيتي. كاينه مسألة أخرى ديال باش كتصيد الفراخ، شكون عمر فيكم صيد بالشبكة؟ شكون؟ شي تاكالاليوس كدير واحد القفز كدير واحد الضايا وكتدرك وكدير الشبكة واحد القنبة، يعني هاد الطفولة هادي راه ثقافة اللي هاديك التربولي كتمشي للغابة ياك كتاخذ واحد الجنوية ولا واحد الموس داك ديال الخدمي وكتقطع واحد العود ديال التفركة، ما كاينش اللي يهضر معاك، تدخل للغابة كنا كنطيرو ونطلعو الشجر، فهمتي اخويا، وكتقطع عود فرك وكتمشي الا كانوا عندك الفلوس 10 دريال كتمشي تسري جل الكاري، ما عندك شي كتمشي عند السيكليس
شي شومبرير مقطع داك الحمر زي واحد زي زوار وكتقطع وكتصاوب داك الحجارية فهمتي وكتبقى تيري تيري بالجوش وسفيفير داك السفيفير صفار كيبقى يتنقل فهمتي وكتديرو واحد الزلاق وباك تيقول لك القدع بحال تا صياد كتم جايش هاد الفراخ الجوش ودير لهم واحد السلك وحزهم مع الصمدة ديال السروال بحال كتي بالغابة تصيد الحجل وباك تيقول لك القدع شكون اللي فيكم أول مرة كيصيد حوتة أول مرة كيصيد حوتة صغير وأول مرة كيبقى فهاد الثقافة ديال